اهلا بينا، مرحبا بكم في حلقه جديده من دبرخ فلف. ودبرخ فلف اليوم الكلها سعاده والكلها محبه والكلها بنه، على خاطر اليوم باش نعملوا جاتو سعاده. اي سميته جاتو سعاده على خاطر ظهر لي ياسر يخليني سعيده جدا جدا جدا. دونك اليوم باش نعملوا جاتو، الباز نتاعو شوكولا يشبه شويه للفوندون. قلت اليوم علاش ما نمدكمش بالروسيت معايا، خاطر جربتها مره واثنين وثلاثه ونجحت لي. اي سورتو بنين على الاخر، تنجموا تبارطاجيوها مع عائلتكم هكا نهار السبت قلقين ما خرجتوش تحبوا تعملوا حاجه بنينه والكل. هذا الجاتو المطلوب اللي لازمكم تجربوه. على ذاك نخليكم توا مع لي زانغريديون ونبداو توت سويت لا غوسيت نتاعنا. لي زانغريديون شنو باش نستحقوا؟ هوني عندنا 5 كعبات عظم، معاهم 100 غرام فارينة نتاع راندا، هوني عندنا 250 غرام باركيت هذيا نتاع جديده، وباش نستحقوا 250 غرام شوكولا نواغ اشي باش نذوبوها من بعد، 170 غرام سكر، شويه سكر فاني، ومعاهم 70 غرام بات دو نوازيت. ومن بعد حشتنا زاده باش نزينوا شويه نوازيت توغيفيه محمره، ومعاهم شويه شوكولا باش نذوبوها نزينوا بها في الاخر بالكل. اي سميتها كيك السعاده، علاش؟ على خاطرها كلها شوكولاته انتي ديبرسيون، وكي تاكلها تحس بالسعاده حتى كي انت ما تفرهدتش ولا ما مشيتش تتفرهد. انا هكا نعمل في الدار، كيبدا ما عنديش كيف يد وخلقي ماهيش هي، دونك ناخو نعمل الجاتو هذايا جربوه وتذكروني. دونك الحاجه الاولانيه شنو باش نبداو؟ هوني عندنا الشوكولاته نتاعنا لازمنا نقشيوها بالكدي بالكدي، معناتها نقصوها بالكدي بالكدي باش من بعد كي ندخلوها الذوب. اي فوالا الذوب كي ندخلوها الذوب فيسع الذوبنا، على خاطر الروسيت هذه رابيد وفاسيل وتجيب السعادة. دونك لازمهم الثلاثة حاجات هذوما متوفرين فيهم، سينو مش لازم كهو بي. دونك هنا عندنا جديدة باش نستعملوا جديدة وباش نستعملوا الشوكولا الزوز مع بعضهم. باش نجبد البول نتاعي، استنوني نجبد البول نتاعي هاو نحطه قدامي. هنا باش نذوبوا الشوكولاتة فما طريقتين، الطريقة الأولانية اللي هي نحطوها في الميكرو، والطريقه الثانيه نحطوا شويه ماء سخون يغلي با ماغي ونحطوا فوقه الصحفه نتاعنا حتى يكشي اكا الشوكولا يذوب هو وجديده. به هنايا عندي باش نستعملوا مقدار 250 غرام، وهوني باش ناخذوا ونحطوا جديده نتاعنا. هو هذه الباركيت فيها 250، تنجموا تختاروا الناتور هذه نتاع العاده جديده، والا تختاروا اللي بالويل دوليف زيت تجي ناجحه على الاخر زيت. بي هاي كالعاده حطوهم في الميكروويف خلي يذوبوا، وهاني رجعت لكم ونغسل يديتي. وجبنا الشوكولاته وذيبت الشوكولاته، ريت هوني تنجموا تحطوا كافي سولوبل، تنجموا تحطوا نوازيت، تنجموا تحطوا اكستري دو فاني. احنا هوني باش نحطوا سكر فاني باش نخلطوه. او كذبوا مع بعضهم. دونك من بعد باش نحطوا البات دو نوازيت، مش باش نحطها الكل، باش نحط منها اون بارتي ونخلي الاخرى باش نعمل بها الدريساج نتاعي من فوق كي تخرج الجاتو من فوق. اما قلت لكم قبل الشوكولا مع النوازيت بس تحب عميقه تعطي جو ياسر بني. جاتو السعاده لي زيتاب نتاعو الكل هكا، ايه انا سميته جاتو السعاده راه كيما قلت لكم. نجيو نحطوا السكر والشوكولا، راهو شوكولا نواغ ما تنسيوش، لازمكم تستعملوا شوكولا نواغ باش تجي الجو نتاعها هكا يجي اكسونتوي وهي تجي غامقه وبنينه. باغ كونطخ فما شفتوني مثلا ما استحقوش ياسر فارينه شويه برك. توا باش نبداو نزيدو في الواحد بالكعبه بالكعبه، هذه الاولى. شنو قال لي سي وليد نقص من واحد لواحد، هذا هي الكعبة الثانية نتاع العظم. هذه الكعبة الثالثة نتاع العظم، نزيد واحدة أخرى. هما 5 كعبات، باش نحط 5 كعبات. الحق هذه سهلة على الأخر وبنينة، معناها عرفتك اللي امبوسيبل باش تعملوها وتجيكم مش بنينه ولا باش تحشمكم قدام الضيف ولا تشد برشا وقت. وين الفازيت هذوما نموت عليهم؟
هي نقولكم حاجة سر، هذه هي تشبه شوية للفوندون شوكولا أما الحجم الكبير وكها. الشوكولاتة وحدها سوكتو في الشتاء. وعلى توا باش نجيبو الفارينة، باش نستعملو كالعادة الفارينة متاع شكون؟ تاع رندة. وكما قلت لكم مانيش باش نستعملو برشا الفارينة، باش ناخذو كان 100 غرام. ما فيهاش خميرة هذه، ما فيهاش خميرة. نحطوا فيها الفارينة ونحطوها في الفور. ديجا سخنت الفور متاعي توا 180 درجة، حضرت المول متاعي. نجمو نزينوها من فوق بالجلاس من بعد. وما يزمكمش تركضوها برشا. هيا، وهذا المطلوب. ريحة الموزات اي تويكا شنحطوها في المول. توا باش نحطوا الجاتو نتاعنا في الفور على 180 درجة مدة 15-17 دقيقة، ما تخليوش أكثر سينو تولي من بعد ما عادش فوندونت هكا وتكستور نتاعها بنينة على الأخر. فهمتوني؟ هاي أتوت. وهيا خرجت من الفور تعمل الكيس. جوست باش نوريكم التكستور نتاعها كيفاش لازمها تكون. ريت الداخل لازمها تكون تلقلق، تمشيش تقولوا تحطوا بغوشيت ولا تحطوا سكينه وتقولوا اه مازالت ما طابتش هذه. لا 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 نو، لازم تخرجوها وهي تلقلق، تحسوها هكا مازالت نيه في الوسط. دونك بعد كي تبرد تولي فوندونت ولازم ندخل على الاخر. هوني عندي شويه شوكولاته حطيت فيها شويه زيت. اش معناها شويه شوكولاته؟ معناتها 100 غرام شوكولاته حطيت فيها مقدار زوز مغارف كبار ويل دو تورنسول نتاع جديده به. ومن بعد مش خليت انا شويه هذيا البات دو نوازيت باش نزيدها هوني باش يولي هذاك كيما توبينغ من فوق. ما هذه الرائحه البنينه والشهيه. هذه توا مع قهوه عربي هكا كيما نعرف انا. نجيو من فوق هكايا ونحطو. ونخليو لي بور ما غير ما نحطو فيهم الشوكولا. هو انا دابيتود نبدا شيخه كي نعمل دي غوسيت سالي اكثر من سكري، اما المره هذيا مش كيما المرات اللي فاتوا الكل. نشيخ على الشوكولا ولا خليوها تبرد شويه ومن بعد نعملوا الديكوب ونشوفوا البنه كيفاه. قعدلنا التوش الاخرانيه بالكل اللي هو خدينا اكل البوفريوه هروشناها وباش نحطوها في الاحراف نتاع الجاتو نتاعنا كيف العاده. راهو انا نحب نزين اما من بعد انتوما عينكم ميزانكم، تنجموا تزينوا تنجموا ما تزينوش، تخليوها سامبل زياده مزيانه على الاخر. انا اليوم نحب نزين. نحط شويه عندي في دور مزيان ولا مش مزيان، باهي ولا مش باهي. اجا نصوروا، إيجا خا نصورو وبعد خا ناكلو. شوك البنة وك الزينة وك الدنيا الكل. وكيما قلت لكم ما تخليوهش يطيب برشا، باش تبدا من داخل لا تكستور فوندونت كولونت هكا تبدا نتوما تجبدو كي الفوندون. خلينا تو ناخذو تصويرات مزيانين ومن بعديكا نبداو في الديغوستاسيون. من الريحة ومن البنة وك التكستور انا ما نكذبش عليكم ما نجمتش نشد روحي وبديت نذوق. اما قلت خليني بالحق نعطيكم الفيدباك متاعي، راهي حاجة ياسر بنينة، شوكولا ونوازيت ومعمولة في الدار ومشخشخة كيما انا نحبها. دونك عطات ريزولتا يهبل. دونك كان انتوما شتيتوا حاجة حلوة وتحبوا تعملوا حاجة هكا في الدار وباخلين هكا باش تمشيو تشريو فوندون ولا حاجة فيها جاتو في شوكولا، ننصحكم تجربوا الروسيت هذيا. وين تلقاوها؟ كان ما خلطتوش على الحلقة تلقاوها على شين يوتيوب والا فيسبوك تنويشة والا نسمة كويزين. ما تنساوش تصاور. انا نقولكم توا تشاو باي باي،
خليني نتلهي في البنة هذه الكل باش نزيدها بولدو جلاس وكل، تلقاوني في دبي.